ازيكم، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. النهاردة حلقتنا دسمة بالجمال والأناقة. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة البنات بتصرف فيها فلوس كتيرة قوي، وهي التند. التند بقى أنا هعمله بطريقة طبيعية أكتر وبتكلفة قليلة جدا. هنعمل دلوقتي التند، معانا مية، معانا دم غزال، معانا جل صبار، ومعانا دي ميه وسرنجه، تمام، ومعانا كمان ازازه مانيكير فاضيه، وهقول لكم ازاي بنعملها المانيكير وبنفضيها. هنجيب بقى طبق كده، هنحط فيه ميه، شويه ميه، تمام، وهناخد بقى نحط ربع معلقه دم غزال، تمام، زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبها، وهنحط بقى جل الصبار، تمام، وهنقلبها كويس جدا لغاية ما تدوب معانا. بصوا لونه بقى احمر جدا، مش عارفة انتوا شايفين ولا لأ، تمام، اهو يا جماعة. هنسحب بقى، جايبين السرنجة بتاعتنا اهي، تمام، هنسحب بيها، وهقول لكم ازاي بتنضفوا الاول ازازة المانيكير. بنجيب اسيتون، بنجيب لون فاتح او شفاف، ونفضيها، نحط اسيتون ونرجها كويس جدا، ونسيبها يوم في الاسيتون، تمام، وبعدين نغسلها من الاسيتون، وبعدين نسحب بقى التند بالسرنجة بس على مهلنا، وهنحطها كده اهي يا جماعة. هنملى بقى الازازة كلها زي ما انتوا شايفين، وده طبعا تكلفته بسيطة جدا جدا، بما اننا بنشتري براندات غالية قوي، فده طبيعي، ومش هيكمل معانا 20 جنيه. احنا كده مليناها كلها، تمام، احنا معانا المكونات التنت اهي معانا على الهوا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده يا جماعة، دم الغزال وصبار ومية وزجاجة فارغة مانيكير وسرنجة اهو يا جماعة، زي ما انتوا شايفين، تمام. ده بقى بيتحط على الخدود والشفايف، زي ما انتوا شايفين لونه حلو اهو، ومش بيضر البشرة. واحنا ممكن نجرب حتة صغننة كده يا جماعة، اللون اهو مش عارفة باين معانا في الكاميرا ولا اهو يا جماعة. اللون طالع طبيعي جدا جدا، ومش بيضر البشرة، والحاجات دي طبيعية جدا جدا جدا. بدل ما نشتريه ونكلف تكلفة غالية بالبرندات وكده، اهو اهو معانا ما كملش 20 جنيه. دلوقتي بقى هنعمل السيرم بتاع الحبوب، وبيعمل نضارة للوش، تمام. هنجيب ازازة فاضية ببخاخة او اي سبري خلصان زي ما انتوا شايفين كده معانا، وهنجيب بقى زيت شجرة الشاي زي ما انتوا شايفينه كده، ده ليه فوائد كتير قوي، وهو معقم اصلا، بينظف البشرة ومطهر كمان. ومعانا السرنجة بتاعتنا، هنجيب مية نملاها، هنملى الازازة اللي قدامنا دي، شايفين زي ما انا بعمل كده بالظبط، هنملاها تلات ارباعها،
زي ما انا بعمل بالظبط، لا زيادة ولا اقل. هنقعد نملى الازازة زي ما انا بعمل بالظبط يا بنات. ده بقى بيشيل الحبوب وآثار الحبوب والبقع والكلف. انا رأيي كده كفاية، او ممكن نملاها سرنجة كمان. وكمان البذور السوداء، وده اصلا بيستخدم كمان للشعر وللبشرة، بيستخدم للشعر عشان القشرة. أكيد بقى كلنا شعرنا بيتساقط، فالزيت شجرة الشاي بيقوي فروة الشعر زي ما انتوا شايفين. السرنجة اهي بنملاها علشان هو تقيل بس شوية. طبعا احنا لو بشرتنا دهنية ما نفعش نحطه خالص على البشرة ان هو تقيل، ما نحطه زي ما انا بعمل بالظبط، لان الرذاذ بيبقى خفيف زي ما انا عاملاه كده بالظبط. تقريبا هنحتاج نص سرنجة كمان. تمام زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هنزود تاني طبعا. الزيت مش بيختلط بالمية زي ما انتوا شايفين كده، الزيت طالع لي فوق، فهنرجه شوية قبل ما نحطه على البشرة مباشرة. اهو يا جماعة اتعمل اهو زي ما انتوا شايفين، والزيت مش بيختلط قوي مع المية. قبل ما نستخدمه بنكون رجينه. اهو عملناه تمام زي ما انتوا شايفين. بنستخدمه مرتين في اليوم، لو في قشرة في الشعر بيضيعها على طول، ولو في البشرة في حبوب او حاجة بقالها فترة بيوديها على طول. وهو اصلا مطهر قوي وبيشيل حب الشباب والبقع الحمراء كمان. احنا كده خلصنا اهو، ده التند وده السبراي بتاعنا او السيرم بتاع الوش. تمام هنطلع فاصل بقى وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. وعندنا احنا كلنا بنعاني من مشاكل في الشعر ومن مشاكل في البشرة. النهاردة معايا خبيرة التجميل بيلا التونسية منوراني. ازيك يا بيلا؟ الحمد لله. عاملة ايه يا بيلا؟ الحمد لله. انا عايزة اسألك النهاردة، عندنا اسئلة كتيرة قوي، عايزة اعرف البروتين ازاي اعرف ان هو كويس، وايه الفرق ما بين البروتين والكرياتين في الشعر، في معالجة الشعر؟ لو انا عايزة اعالج شعري استخدم ايه يتقل؟ احنا دلوقتي اول ما بدينا احنا نستخدم في الكوافير، اول ما بدينا نستخدم الكيراتين. الكيراتين ما كانتش فيه اللي هي اللي احنا بنعرف الكيراتين بيفرد بس. بينما البروتين بيجمع ما بين حالتين، الفرد والعلاج. طيب والاكليكير بقى ده الكليريك. بيبوظ الضوافر ولا بيقوي؟ هو الاكريليك اللي هو بيدي جمال المرأة. احنا دلوقتي كستات بنميل من الاكريليك عشان كتر لبس الضوافر والجلو بيبوظ شكل الايد، بينما بيتعمل صح على بنية صح ما بيبوظش ضوافر، عشان
في نوع جلو اوريجينال، كمان البرايمر، كمان ليكويد. هو اهم حاجه الاستخدام الصح. طب ايه الفرق لما الست بتعمل لنفسها وخبيرة التجميل بتعمل لها ميك اب مثلا؟ ايه اللي بيفرق في نفسيتها في سؤال في حياتها؟ الجون، عشان هو ده السؤال اساسا اللي انا بطرحه في حد نفسه. ايه الفرق بقى؟ انا كمكيرة برشح لاي ست عشان تروح مناسبة تعمل ميك اب انها تروح خبيرة، تروح بيتي سنتر، عشان في حاجات هتسقط منها هي شخصيا. يعني انا كست مش خبيرة، يعني عايزة اروح مناسبة، اروح حفلة، مش هعرف اضيف وقت الوش بتاعي. انا هعمل ميك اب عادي، اللي هو الميك اب اللي احنا كلنا بنعمله، بينما كخبيره او مختصه او مكيره هتبقى عارفه الديفوت، تفاصيل وش دي على كل بشره، هتبقى عارفه تفاصيل وشها، بشرتها نوع ايه، ايه الميك اب اللي ليق عليها، ايه اللي ديفوت محتاجه تغطيها، ايه الكوركتور محتاج، سي ان بشره فيها اللي هو تصبغات، فيها اختلاط الوان، في كوريكتور معين يتحط على البشره عشان يداري كل ده. الواحده مش هتعرف لوحدها، لازم تروح مختصه او خبيره او بيوتي سنتر عشان تطلعها في احسن صوره. طيب كلميني على البروتين الاوريجينال وازاي افرق ما بينهم. ليه البنات لما بتعمل بروتين تيجي تقول شعري بيقع ملهوش حل، والقشره زادت، عندها الشعرايه اتهلكت؟ تمام. اولا القشره ملوش علاقه بالبروتين. هنفرق، انا دلوقتي هتكلم على حاجتين. طب ايه الفرق ما بينهم بقى، فرق لنا فانا بوضوح هتكلم اكتر. على اول سؤال حضرتك سالتيه، اللي هو ازاي اللي نعرف من البروتين من الكويس من مش كويس، صح؟ البروتين عشان انا اعرف من البروتين الكويس من البروتين مش كويس، انا كم ما اعرفش انواع البروتين هميزه اول حاجه من الشم، اشم الازازه. يعني سي انت دخلتي اي مكان ممكن لو سمحتي اشم الازازه، لو شميتي ريحه فقعه ده خلاص يبقى ده تمام. مش مسجل وزاره الصحه. احنا معانا اصلا الصور من مركز بيلا على الهواء قبل وبعد البروتين. ده فينيش اب، ده فينيش اب بما يعادل البروتين. ده فينيش اب ليه طريقتين استخدام، طريقتين استخدام على البارد والساخن. الطريقتين ايه الفرق ما بينهم؟ يعني لو عايزه افرق ما بين الاثنين، البارد احسن للشعرايه ولا السخن؟ بصي يا استاذه، عايزه اقول لك على حاجه. هو في الحالتين احنا بنستخدم، هو ده طريقه الاستخدام، ده على الساخن. اوكي، اللي هي حاله الشعر الناشف والبروكاب، ماشي، والشعر بيقعد فترة نص ساعة بعد البروكاب، وبعدين سحب بيبي بليس لدرجة 150، لا يقل عن 5 أو 7 سحبات في درجة 100، درجة حرارة 100. يعني هو ده بمعادل البروتين. ده الفينيش اب، هي ازازة في عندنا عبوة صغيرة 15 مللي، وفي عندنا ازازة 125 مللي. طب ده للشعر الافريقي المجعد، ولا شعر يبقى ليس، ولا انا قصدي ولا هيشان؟ ده معنى الترميم. ده معنى الترميم. ده معنى الترميم الشعر، اللي هو مش بروتين، بينما غلاف جدار للشعر. يعني الشعر بنعمله غلاف، غلاف الهيشان. ان واحده سي ان مش عايزه تعمل بروتين بس عايزه حاجه تطري شعرها شويه، بروح عاملينها ده ونسيبها. لو هي عايزه يوميا يبقى علاج البارد. ما معنى البارد؟ البارد هو الاستخدام اليومي بعد الحموم، نقطتين كده في الايد كده ويتعملوا كده على الشعر مساج، ده الاستخدام اليومي للفينيش اب. والاستخدام على الساخن اللي يتعمل على الشعر خصله خصله ويتساب في بروكاب، ومن بعدين انه يتساب يتعمل ببيبليس. طيب يا بيلا قولي لي بقى، لو انا يعني مش قادره اروح بقى، يعني اروح مركز تجميل او حاجه، قولي لي مثلا لو عايزه اعتني بشعري في البيت، يعني ايه الزيوت اللي استخدمها، ايه الفيتامينات اللي تجيب معايا نتيجه تقل شعري تطوله سؤال شوية. مهم جدا، سؤال وبالذات بعد سن ال30، ان انت عارفه برضو يا بيلا. بصي، بعد سن 25، اقطعك، مش سن 30، هي بعد سن 25 الست لازم تهتم بنفسها، كتاخد فيتامين د للبشره، فيتامين د، تاخد علاجات اللي هو زي حاجات مقويه للشعر، تاخد الحديد، تاخد مالتي فيتامين، فيتامين سي برضو ولا ايه؟ فيتامين سي، فيتامين سي ده تقدري تعوضيه بالبرتقال والجزر. اوميجا 3 ده بالنسبه للشعر عشان الشعر يطول. اوميجا 3 اوميجا 3 اوميجا 3 طيب.
ده كله مهم، عشان انتي بصي في حالتين، انتي لو النهارده انتي ما بتحبيش تاخدي علاج، زي في كتير بياخدوا علاج وبيرموه على جنب، وفي كتير وما بيستمروش يعني فيه انا النهارده عايزه اجيب ما علاج، بيستمروش حتى فيه مصره ان انا اجيب علاج، اجيب علاج خلاص انا جبته خلاص اركنه على جنب اللي هو خلاص، يا دوبك بناخد مثلا اول اسبوع برشام تاني اتنين اسبوع خلاص خلصت. خلاص شكرا على كده مش قادرين بصي نكمل. حياتي احنا نقدر ان احنا نعوض بالاكل، اللي هو الاكل السليم بيكون لنا كل حاجه سليمه، ان كان شعر ان كان بشر ان كان جسم ان كان بنيه، اللي هو اهم حاجه نركز على الكالسيوم على الحديد على الخضروات على الفاكهه على شرب الميه باستمرار. طب وبالنسبة بيقولوا بقى زمان أيام يعني تيتا مثلا زمان أجدادنا يقولوا إن الجرجير بيطول الشعر كتره، الجرجير جميل جدا، وبيطول فعلا ولا ده كلام كنا بنقوله زمان ولا إحنا اتربينا هو على إن كله هو ما هو اخضر مش جرجير بس، جرير وجرجير وبقدونس وسبانخ وكل ما هو اخضر بيساهم انه بيعمل طراوه في الشعر والبشره وبيمنح نضاره وكل حاجه. طب فاصل وهنرجع لكم مش تاني. قطعه قدامي. ورجعنا لكم تاني من الفاصل ومعانا خبيرة مركز التجميل بيلا التونسية. انا عايزين بقى نسألك، البنات في سن مثلا من اول 15 ل 20 بينزلوا يجيبوا زيوت بقى الزيتون مش عارفة ايه من العطار، يعملوا حمام كريم او حمام زيت، الحاجات دي بتفيدهم اصلا ولا لا؟ دي حاجات قديمه قوي ما عادش دلوقتي بس في بنات حد دلوقتي بتستخدمها يا بيلا، يعني بصي انا حد دلوقتي بلاحظ ناس احنا كتير. دلوقتي بنحب قوي كل ما هو جديد، الاورجان انتي عارفه الاورجان والجوجوبا، انتي لو بروفيشنال هتعرفي تخلطي نفس الكميه دي على الكميه دي على الكميه دي متساوي، وتكوني قادره انك تعملي كولكشن بيهم وتطلعي حاجه كفايده ليكي، لو كده تشتري حاجه جاهزه تكون فيها كميه اللي هو ما يحتاجه الشعر من زيوت على حمام كريم وتعمليه، بينما زيت زيتون ده قديم قديم قوي حتى دلوقتي ما فيش بس واحد لسه هتستحمل والله في ريحته، ناس اصل بتستخدمه هو بص كتير احنا قوي. بنكسر زيت اللوز على زيت اللوز الحلو ومش عارفة زيت بالظبط الزيتون. كده على اللي هو اللافندر على جوجوبا على مرشي كذا حاجة، في خلطات كده تتعمل طيب جميلة. احنا عايزين برضو نعرف لو قاعدين في البيت هنعمل ماسكات تدي نضارة للوش هتبقى ايه بقى، ولا لازم انزل بيوتي سنتر؟ انا عايزة اقعد مثلا في البيت اعمل انا الحاجات بتاعتي. انا شايفه كل حاجه فريش تقدري تعملي بيها ميك اب، انت وانت بتعملي انت بتطبخي في البيت يعني اسمع خلاص عن معاكي حته طماطم اعملي بيها وشك، مش كلنا بنطبخ بنقص الطماطم والسلطه اكيد فعلا. هتتبقى شويه، اعملي بيها وشك حلوه، جزر زبادي طبيعي نشا، يعني كل ما يخطر في كل فم المطبخ، بيض يعني كل ما يخطر اعمليه على وشك. طيب لو عروسة مثلا، أنا هو مثلا عروسة وجايالك أعمل في مركز التجميل ومتوترة، طبعا أنت عارفة العروسة بتبقى متوترة جدا مظبوط يا بيلا، مظبوط. فأنت ازاي بتخليها ريلاكس وأنت بتحط لها الميك اب بتظبط لها شعرها، ازاي بتديها الريلاكس بتاعها عشان ما تبقاش متوترة زيادة عن اللزوم؟ اول شيء اسالها الدرينك بتاعها ايه، تشرب ايه، ممكن ينسون ممكن نعناع، يعني ايه الحاجه اللي هي عايزه تشربها كسخنه تهدي الاعصاب، بميل لحاجه النعناع او اليانسون. اوكي بعدين بشوف ايه الميوزك اللي هي اللي بتميل عايزه تسمعه، اوكي ومن بعدين يعني مساج على الوش، تهيئه للبشره بنعمل تهيئه عشان البشره تستقبل ميك اب، عشان اي حاجه بتبقى نفسيه، لو انت متقبله الميك اب نفسيه الميك اب هيجي حلو، لو نفسيه مش حلو الميك اب مش هيطلع مظبوط، يعني اهم حاجه شيء ان نعمل ريلاكس للبشره اللي هو عمليه المساج. طيب بما ان مثلا لو في عروسة المفروض فترة قد ايه
تجهز نفسها ماسكات وبشرتها تبقى حلوة وشعرها، عشان انتي تعملي لها الميك اب تاخد وقت قد ايه؟ تجهز بشرتها، ترطبها، تنظفها، بتاخد وقت قد ايه؟ قبل الفرح تكون بشهرين ثلاثة يعني، هتكون شهرين ثلاثة في الرينج ده، مش اكتر ولا اقل. انا واحد من الناس برشح البنت من بعد البلوغ تهتم بنفسها بغض النظر انها عروسة او مش عروسة، يعني بعد البلوغ بتهتم. بتهتم، طيب وخاصة في فيتامين يعني من بعد قولي سن 30، الفيتامين ديل واوميجا 3 يعني، لو اي واحده بجد بتخاف على صحتها، على انها ما تكبرش، على انها على طول بتبين انها صغيره، ايوه الفيتامين طب ده مهم جدا. البنوته، البنات الصغننه دي بتهتم ازاي ببشرتها، شعرها، جسمها؟ فوائد مثلا علشان ما يجيلهاش مثلا نسبه الانيميا قليله، قولي لهم نصيحه كده على الهوا. والله بصي انا انصح بالغذاء متكامل، الغذاء او متكامل. طبق سلطه بيكفيك عن كل حاجه، انت يوميا تاكلي طبق سلطه وفي كل حاجه، والخضر وكل حاجه بيغنيك على اي حاجه. بس برضو بالنسبه للناس برضو ما بيمولوش للسلطه وما بياكلوش كويس وبياكلوا اكل شارع، هتلاقي عندهم انيميا بسبب سوء التغذيه. التغذيه مهمه جدا جدا جدا، وانا اي واحده بتجيلي على البيوتي عندها انيميا، لا شعرها بيتساقط يعني عندها انيميا، اوكي تطلبي منها تعمل تشيك اب والحاجات دي بروح طبعا اطلب قبل منها ما تعمل تديها تحليل اي طبعا، فيتامين. عشان انا عندي علاجات تساقط الشعر، عندي علاجات حب الشباب، عندي علاجات لكتير اشياء. بينما التغذيه دي مهمه جدا، وشرب الميه والفواكه انا بنصح بيه جدا، واللحن الكوافير ده حاجه تكميليه، اللي هو تكملي مش اساس. التكميليه هي بص اقول لك على حاجه، هي الزبونه بتيجي للكوافير عشان انها بتحس يعني عايزه تشينج مود، تغير جو، تخرج من الروتين، عايزه تيجي تشوف نفسها احلى، بحكم احنا اكيد كستات اكيد، كلنا بنحب ونفسيتها نشوف نفسنا. بتتعدل. بالظبط. مظبوط، يعني انا اروح لكوافير عشان اشوف اتشينج كلر شعري، حابه يكون شعري حلو شكلي حلو، غير ان التشينج النفسيه انك تكون مهتمه بالصحه، انه مش بقول كله كتير، انه في فوائد زي فيتامين اي وبي وي سي، كل ده بيتمثل في حاجات بسيطه. طيب ايه رأيك بقى يا بيلا في الظاهرة اللي طالعة جديدة، البنت بتبقى سنها صغير 17 مثلا وحاطة فور ميك اب، يعني اللي هو وشها بقى ملهك، بقى ممكن يطلع لها تجاعيد، ممكن. ايه رأيك في الظاهرة اللي طالعة دي وتنصحيهم بإيه؟ انصح غسل الوش قبل النوم مهم جدا، انت عارفه لو ما تغسليش بالنهار مش مهم، اهم حاجه قبل ما تنامي. يعني في كتير بيعملوا فول ميك اب، واي نوت تعملي فول ميك اب، واي نوت، بس ممكن سنهم صغير يعني البشرة كده تبقاش حلوة. بصي هو بالنسبه للبشره ده لو حاجه برنت ما بتضرش البشره، احنا البراند، تمام. البراندات عادي تعملي البشرة، كلنا بنعمل ميك اب وكلنا بنحب يعني ان احنا نكون حلوين بالميك اب. بينما اللي هو قبل النوم مهم جدا جدا جدا، البشرة تكون نظيفة عشان المسامات تتنفس والبشرة تكون مرتاحة، يعني ما تعالي تغسليش وشك بالنهار بس اغسلي بالليل. بالليل اهم حاجه. بالظبط كده. طب تعالي بقى نتكلم عن المركز بتاعك، ايه اللي بيموي يعني ليها تميزات عن المركز اللي بره مثلا، يعني انتي بتقدمي ايه زياده للناس احسن من اللي بره، هيبقى ايه الفايده؟ او انا عندي يعني بقدم، انا ملاحظه انتي بتدي فيتامين، بتدي، بتعالجي، انا انا بقى ملاحظه ده قوي. انا اول حاجه اللي عندي في البيوتي بتميز بالمصداقيه والامان في مع الزبائن، اللي هو ازاي انا ما بيش او واحده تعمل واتيفر الشغل، تيجي لو عايزه تعمل شغل بتبقى يعني تبقى عارفه ان هي جايه هتعمل شغل، انا عارفه ان انا حافدها، لو حاجه انا شايفاها مش هيليق معاها. فبتفيديها. عايزه اقول لك على معلومه، نقطه صغيره، انا جات لي من يومين واحده عايزه تصبغ شعرها، اوكي انا سالتها على البيريود، قالت لي بتساليني ليه السؤال ده، قلت لها انا عايزه اعرف عشان هي عايزه، قالت لي يس انا عندي بيريود، قلت لها نو بتخلصي البيريود تعالي. ازاي وازاي وانت مش عايزه تصبغي لي؟ لا مش انا هروح البيوتي سنتر تاني، قلت لها لا بس انت ليه اجلتيها؟ علشان شعرها يعني الفترة دي الشعر بيقع ولا بيحصل لا، ايه؟ اما الهرمونات
بتاعتي بتبقى مختلطة، ما تقبلش تغيير اللون. عشان اسحب لون انا ممكن اهلك كل اللي عندي وشعرها ما يتسحبش لون، يعني ودي يتسحب. امانه في الاول في الاخر. امانة. انا اهم شيء انه اللي قدامي لازم اقنعها اللي انتي هتعملي ده مش هيجي معاكي مظبوط. انا ممكن كنت هو مش شغل ويعني بس اللي هو انا بتميز بالامانه وبالمصداقيه، اللي هو طالما انا شايفه الحاجه دي مش هتيجي معاكي نو روحي وارجعي. طيب لو جات لك واحده بشرتها متهالكه قوي تعمل فونديشن مثلا، يعني انت هتوافقي انها تعمل فونديشن تقيل قوي على بشرتها اللي هي يعني متهالكه قوي؟ هي لو بشرتها متهالكه ليه تعمل ليه تعمل فونديشن؟ فونديشن؟ ليه تعمل فونديشن؟ ما افرضي عندها تعمل مناسبة، يعني انا عندي مثلا اوكي مناسبة تعمل بس هضطر في بس فرح في بس مناسبة. اوكي انا معاكي، بس انا بنصح بالعلاج. اوكي تعالج بشرتها المتهالكه، واكتر شيء بنصحه انها تعمل حاجه بتلبق للبشره بتاعتها على حسب هي بشرتها دهنيه، تعمل فونديشن اللي هو بيتماشى مع بشرتها. تمام. بشرتها جافه بتعمل حاجه بتمشي على بشرتها. طب بعد اذنك يا بيلا احنا هنطلع فاصل وهنكمل مع بيلا تاني. ورجعنا لكم تاني ومعانا خبيرة التجميل بيلا التونسية. انا عايزة بقى اسألك سؤال مهم جدا جدا، بما ان يعني في بنات كتير قوي مستهترة بنفسها، بيجيبوا الفرشة بتاعت الفونديشن مثلا او اي حاجة وتستخدم بيه كل حاجة في وشها، وده بنقابله كتير مستعجلة او حاجة، صح ازاي كمان نطهر الفرش دي؟ صح مظبوط. انا دلوقتي عايزه اعرفكم على اهميه الفرش بالنسبه للمكيره، بالنسبه لاي واحده بتستخدم ميك اب. في الفرش يعني احنا لازم نعرف اللي هو الفرش اهم من الميك اب، يعني الفرش الفرش اللي هي صح لازم اي بنت تكون عندها مينيمم 10 فرش. طيب في جهاز تعقيم للفرش دي؟ طب كملي. العشرة فرش دي استخدمها كل واحدة تختلف عن الثانية. في عندنا الكابوكي اللي هي تبقى فلات، اللي هي تبقى عاملة زي كده ملمومة ومضمومة كلها شعر، والشعر ضيق كده بقى، دي بتوزعي بها الفونديشن، توزعي بيه طبطبة، ما تعمليش كده. اوكي طبطبة الوش كله، دي كابوكي فلات. في عندنا الفلافي، فلافي دي اللي هي تبقى عاملة كده. اوكي في منها الحجم الكبير وفي منها الحجم الصغير. ايه الفرق بينهم بقى؟ انتوا هتسألوا ايه الفرق بينهم. الحجم الكبير بالنسبة اللي متعودة على الاحجام الكبيرة او الفيس اللي قدامها كبير، والحجم الصغير الحجم الصغير اللي هو وش صغير فيس صغير. في كمان طيب الانجل، اكملك الاسامي بتاعتهم. الانجل اللي هي بتاخد اللي هي واخدة زاوية بنعمل بها العين. طيب انا كمان يعني في بنواجه مشاكل كتيرة قوي في اختيار الفرش، طبعا احنا كلنا بنعاني مش فاهمين الفرشة دي بتاعت ايه، بنحط كده وخلاص كأننا كده وخلاص، في فرش عيون، في فرش هايلايتر، في فرش فونديشن، في فرش كتير قوي، واحنا في بيوتي بلندر اللي طالعة جديدة قوي، استخدم ايه احسن حاجة لبشرتي او لتوزيع الفونديشن؟ هو كل حاجة لها استخدام معين. بيوتي بلندر بالنسبة للطبطبة للفونديشن هي تكون مبلولة وتتعصر كويس وتتنفف عشان ايه ما تعملش. وانا حط الفونديشن بحطه في البيوتي بلندر ولا على الوش؟ علشان برضو انتي وراحتك، يعني يعني زي ما احب. هو بصي هو تقدري تستخدميه على كابوكي، كابوكي اللي انا بقول فرشة ويكون مضمومة اللي هو الشعر كلها ملموم في بعض كده وفلات. دي تقدري انتي تقصري عليها الفونديشن او تجيبي صفيها تخلطي فيها الفونديشن وتروحي شايله الفونديشن وتوزعي على وش طبطبه. اوكي خلاص انتي مش عايزه كابوكي، مش مايله تستخدمي بالكابوكي، تستخدمي بالبيوتي بلندر. بس اهم حاجه التوزيع صح، اهم حاجه التوزيع
للوش. صح. طب احنا بنبدأ نوزع الفونديشن، بنحط هنا ولا بنبدأ ازاي؟ من فوق لتحت ولا خالص؟ العين خالص ما بحطش فيها اي حاجة، بس جدا. ببدأ من الفوق ولا من تحت ولا زي ما احب؟ بصي، منطقة المثلثة بتاعت العين دي لها شغل خاص رقيق بطبطبة الايد في استخدام كده بحرفية. اوكي، عشان اساسا العين ما نحط لهاش فونديشن، لا نحط لها كونسيلر كوركتور لو فيه تصبغات، لو فيه هالات سودا. بس اللي هو منطقه المثلثه بتاعت العين دي نركنها، اللي هي اساسا تتعمل لها كونسيلر، نتعمل كوركتور، نتعمل فونديشن اللي هو تي زون عدقا. تي زون عدقا ده الفونديشن بيتعمل في المكان ده. طب لو في عروسه جايه لك هي عندها النهارده فرحها، تجهيزاتك ايه بقى ليها؟ يعني هتجهزيها ازاي؟ تجهيز العروسه تبداي معاها بايه؟ ماسكات الاول ولا بتعملي ايه معاها؟ هي كل عروسه تختلف عن التانيه في الشكل، في نوع بشره، في هي محتاجه ايه. اوكي، على حسب الحجز اللي هي حاجزاه، هي عايزه ايه. طب انت كميك اب ارتست تجهيزاتك بتعملي ايه للفرش، فونديشن، للميك اب، اي شادو مثلا؟ قصدك للعروسه؟ للعروسه طبعا. للعروسه ليها شغل خاص، شغل خاص اللي هو سي لو العين بارزه بنعمل اللي هو سموكي عشان العين بتكون جميله ما تبانش اللي هي العين اللي هي بارزه. العين ضيقه بنوسعها، بنعمل الابيض بنوسع العين. بنعمل اللي هو الميك اب بيكون على حسب رغبه العروسه، ممكن يكون سموكي، ممكن يكون هيدي جدا سوفت، على حسب رغبه العروسه هي عايزه ايه. طيب انا كمان عايزه اعرف مثلا لو انا جيت لك مثلا مركز عندك، شايفة ايه اللي محتاجه شعري؟ انتي لما بتبصي على شعرك بتعرفي ده محتاج ايه ولا بتتعاملي اللي هو انا عايزة ايه؟ بص، احنا اي واحدة بتجينا على البيوتي بنلمس فتلة شعرها ونجربه فصلة كده بطرفين صوابعنا، بنعرف ان كانت الشعرة دي محتاجة ايه. الشعرة دي محتاجة علاج، محتاجة فطرة. طيب احنا معانا يا بيلا هي الصورة قبل وبعد، فباين قوي قوي الاختلاف جدا، وان انتي غيرتيها قوي قوي. يعني باين قوي، يعني انا حاسه ان دي مش هي دي. الميك اب فعلا رهيب رهيب بجد، والاختلاف واضح قوي 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 في الصوره. فعلا هي وقت ما جت قولي لي بقى بتعملي ايه، يعني انا شايفه الاختلاف. اول حاجه انا عملتها، عملت تهيئه بشره، عملت ماسك. تهيئه بشره اللي هو هي بشرتها كانت دهنيه جدا وكانت محببه كمان، كانت فيها حبوب وتصبغات وعندها هالات سودا تحت عينها بسبب انها بتشرب قهوه كتير وما بتنامش. تمام. احنا بقى معانا اخر سؤال. تمام. ايه بقى نصيحه لكل عروسه جايه لك في المركز بتاعك، هتقولي لها ايه قبل ما نختم حلقتنا النهارده؟ يعني انا دلوقتي عروسه جايه لك، هتعملي لي ايه ولا هتقولي لي ايه علشان اعصابي تهدى؟ الاعصاب الهاديه محتاجه بتقولي بتعملي لهم درينك حاجه بيشربوها؟ لا، هو بص، هي العروسه وقت ما تيجي بهتم بالنفسيه بتاعتها قوي، عشان النفسيه هي بتاثر على جميع، على كل حاجه. النفسيه ازاي انها تو بي فاني، انها تكون ريلاكس، ازاي نعمل لها درينك هوت، يعني تكون حاجه سخنه تشربها، ميوزك حاجه هي حباها، حاجه هي حباها نتكلم فيها، ونشوف احنا ميولاتها الميك اب لايه، لحاجات اللي هي سموكي، لحاجات اللي هي سوفت الهوت، اشوف هي ميولتها لايه ونعمل على حسب ما هي عايزه. نورتينا يا بيلا. ميرسي. وبجد استفدنا كلنا جدا جدا منك النهارده. ميرسي. اشوفكم بقى في حلقه جديده الاسبوع الجاي يوم الخميس مع يوم نجس في برنامج تغيير مسار.